نحن اليوم في جناح اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدرب الساعي، فيها مثل أنشطة للأطفال نعرفهم عن بطولة كأس العالم وكيف ننمي فيهم ثقافة كرة القدم. طبعاً هنا مثل ما تشوف عندنا مجسمات لملاعب كأس العالم قطر 2022، ثمان ملاعب موجودة، وانضم إلينا حديثاً ملعب لوسيل اللي تم تدشين تصميمه في 15/12. كل هذه الأنشطة لننمي حب الأطفال لكرة القدم، ونقدم بطولة إن شاء الله تليق بكل العالم وبكل العرب إن شاء الله.